أكتر من الإنتاج، فدي المشكلة بتاعت الأساسية في السودان. نبدأ نتعلم على الفئة اللي فيها إمكانيات ضعيفة، هذا الناس ما تفكر في التحسين، مشوف في اتجاه بتاع تحسين تهجين مع السودان الأجنبية. للأسف ما كانت في خطة واستراتيجية واضحة، وكان التهجين والخط عشوائي، فقد تكون حسنة أصبح مضر يعني. ده النظام الرعوي، ده النظام بتاع الإنتاج السائد في الوطن العربي، إنتاجية متدنية، مشاكل لوجستية بتخطف الثروة الحيوانية، مشكلة تفشي الأمية والأمراض وسط المربين بتاع الحيوانات بتفقد الشركة 30% من وزنها نتيجة للسير لمسافات طويلة. ففي النظام اللي زي ده بنلقي عملية التحسين الوراثي أو حتى البيئي، التدخل صعب. يعني الحيوان مترشح السنة كلها، كلية إنه الحيوان هو السائق للإنسان وليس العكس. يمكن دي مغالطة بسيطة، يعني السلالات العالمية يعني في إنتاج اللحم مثلا، إنتاج مثلا 2.5 كيلوغرام يرديه في اليوم، أفكارنا ما بتصل ل 900 جرام في اليوم زيادة. إنتاج الحليب اليوم للسلالات العالمية 50 ل 70% كيلوغرام، سلالاتنا في محطات الدكوس ما بتتخطى 8 جرام 8 كيلوغرام في اليوم. أنا دائرة الشريحة دي يعني يمكن وضعتها، في ناس كثيرة بتقول لك عشان نحافظ على سلالاتنا دي المفروض نسجلها في المنظمة بتاعت الملكية الفكرية. حاجة دائرة أقولها إنه ما في قانون بيحفظ بيديك حق التملك على سلالة، وفي المجال بتاع القانون في اتفاقيات لكن ما في قانون بيحمي. ففي اتفاقية اسمها اتفاقية التنوع الحيوي، في أغلب الدول دول الجنوب أو الدول النامية هي داعمة هذه الاتفاقية، لأنها بتدفع حق على الإدارة السيادية وبتنادي في حق إنه يكون في تبادل منافع مشترك بين الدول الغنية المستخدمة هذه الموارد وتكون صاحبة هذه الموارد. الاتفاقية الثانية اللي هي متعلقة بالجانب التجارية بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة لمنظمة التجارة الدولية، فدي منحاز عليها دول الشمال والدول المتقدمة، اللي دي عندها الإبداعات بتاعت الطعام الحيوية بتحول التنوع الحجري ده لقيمة استثمارية تجارية، فدي بتحفظ لهم الحدود. يعني ما بتحفظ لدول الجنوب اللي عندها موارد حقها، ولكن مثلا في الحيوان أو في النبات، لكن في البروسيس بتاعتي يعني يكون في ابداع في مجال التعامل الحيوي بتحفظ لهم حقهم. لكن انا يعني مثلا نبات في دارفور، شركه اجنبيه اخذت النبات ده عملت فيه اي عمليه ولا طورته ولا طلعت فيه النبات ده مؤثر في مرض الناس او في علاج. الاتفاقيه دي تحمي التجربه حق على البروسيس، لكن ما بتحفظ حق الحياة النبات أو الحيوان، ما بتحفظ. فدي أتاحت كثير من شنو الفرص بتاع الغرسنة الحيوية. ففي تضارب مخالف بين الدول الجنوب ودول الشمال في هذا الشيء. فالحاجة اللي أنا صليها إنه ما في حاجة اسمها نسجل سلالات في منظمة حماية الملكية الفكرية وأقول حميدة. دول أخذها وطورها، ما في دول يقول لك دي حق السودان، فما في حد بتاع تملك لحيوان أو نبات. فالطريقة الوحيدة عشان نحفظ مواردنا طريقتين: قوانين وطنية تمنع الغرسنة وتحفظ حق المشاركة العادلة، أو التحسين الوراثي للسلالات المحلية وجعلها جاذبة تكتفي بمتطلبات السوق. يعني ليلة فريزيان
انا عايزه بيمشي مثلا اوروبا او يمشي بولندا، لانه عندهم احسن تريزير، حافظين الطريقه دي، لانه عندهم افضل الكنانه والبطانه. لو ما نحن حفظنا حافظنا عليها وكان احسن بطانه واحسن كنانه مثلا وكذا، هي اللي عندنا ما تشوف ما تشوف. الحمايه بانه احسن حيوانات هذه السلاله نحن نمتلكها، نحن بدنا الطريقتين، لكن تصديق من كيف ده كلام ما عنده اساس. يمكن دي بعد التجارب بتاع التاثير بنفس يعني محطات عطبرة ومنين، يعني شوية بتاع التحسين بتاع الإدارة، الإنتاج وصل ل 1600 متوسط كيلوغرام في الموسم، ده لما نغار مثلا في أفريقيا المتوسط فوق 10,000 كيلوغرام أو لتر، الفرق كبير. لكن في أفكار وصل إنتاج فردية 4,000 كيلوغرام، فهنا ممكن يكون في فرصة كبيرة بتاع التحسين الدراسي لهذه السلالات دي، نخليها تكون أتراكتف للمربين بتاعنا. في موضوع بتاع الخلط العشوائي مع الفريسيان، وبرضه جابوا فريسيان ده في السودان، يمكن ده المخطط ده يعني النتائج بتاعت السودان في 4 شركات. وزي ما شايفين انه الخط اللي فوق ده هو ده المتوقع، اذا كان البيئه كويسه المفروض الانتاج يكون الثاني، يكون الخط البلو اللي فوق، لكن المتوسط الانتاج الحقيقي هو الخط الاحمر. فشايفين الجون الواسع لانه الفريزيوم قدم الاجنبي مطاير متطلبات لا ما نذكر شنو غير موجوده. ويمكن احسن انتاج بنشوفه كان في جامعه الخرطوم مثلا بالإخوان أول 50%، وفي اللحظة دي بعد 50% يعني وزن 53، ده مستوى كويس. لكن بعد المستوى بتاع 50 ل 62 ونص بتكون في زيادة، لكن زيادة ما معمولة، وفي مدخلات إضافية. التجربة الثانية، وأنا بعتبر التجربة السودان المفروض يتجه عليها كثيرا، هي التهجين في مجال اللحوم، إنتاج اللحوم. فدي تجربة اتعملت وكان المشرف عليها جمال الخرطوم بالأستاذ محمد خير مع مركز الثروة الحيوانية، هجنوا البقارة المحلية اللي هي بتاعت البقارة مع السمنتان، وعيشوهم في نفس الظروف. فكان الإنتاج بتاع الجيل الأول، الجيل الأول في سنة الأفراد كانت زادت كانت من 270 ل 400 كيلوغرام في السنة، مقارنة مع شنو؟ مع اللوكل العجول المحلية الزيادة كانت من 150 ل 170 كيلوغرام، فعملت فرق شنو؟ كبير فيه. وده ده الاتجاه المفروض الناس تتجه فيه، اللي هو التهجين مع سلالات اللحوم العالمية. الكلام اللي قلت لكم قبل شوية عن تقييم التهجين في الفريزيان في السودان، ده برضه بيأكدوا يعني ده مخطط بتاع 80 تقرير لإنتاج الفريزيان والبيور فريزيان في 80 دولة في المناطق التجربة في المناطق المدارية المشابهة للسودان. برضه بنلاحظ إنه بعد 50% في زيادة مدخلات، لكنهم ملاحظين إنه ما في زيادة في الإنتاج في الحجم. فيبقى التجارب نحن ما نعيد ما نعيد إنتاج العجلة، وإنه في ظروفنا لو عايزين نعمل تهجين مفروض في الليفل المودريت ليفل بتاع 50 ل 62 ونص في المية. يمكن أحسن تجربة كانت بالنسبة للبيوت في ريجيان كانت في الشركة بتاعت بوكان، كان المتوسط 4.5 كيلو في السنة في الموسم، وفي ديريلاند كان المتوسط 3.5، يعني زي الهجين 50% في جامعة الخرطوم. لكن ما في التحليل الاقتصادي، لكن المزرعتين دي الاثنين دفن دي جماعة الاقتصادية عشان يكون عندنا بيوت فريزيان في السودان. أنا حامشي سريع بالنسبة للإضافة، بالنسبة للسفر الحيواني في السودان
عندنا كنا أعداد مهدرة ولها أهمية كبيرة في الأمن الغذائي على المستوى العربي والعالمي. عندنا مساحات واسعة من المناطق، موضع الجغرافي قريب من الأسواق شنو التقليدية، الربطات الكبيرة، الأكثر من 80% من الحيوانات يمكن القطاع الرعوي زي ما قلنا التدخل فيه تطويره صعب. ما في استراتيجية واضحة للكسر الاستثمار الدراسية انتشار الأمراض وقف الآداب. يمكن ضعف العائلة والاقتصاد والمنتجات يمكن فيها كم الخدمات في الأخير اللي حول مدن عسل وحيوانات الإشكاليات كبيرة. ممكن نتطرق لها. ضخ ميزانية التنمية المفروضة لكن الفرص كثيرة لو بدينا نستخدمها ممكن نتغلب على كثير من الخطأ يكون عندنا التطوير. الهم أن نشجع التحول التدريجي للأنظمة المستقرة لمكان مكثفة أو شبكة مكثفة أو مكثفة الحياة الثانية للتدريج المخلفات الغذائية والصناعات الغذائية المخلفات الزراعية والصناعات الغذائية خاصة السكر. الحاجة الثانية عندنا مساحات كبيرة في السودان ما مستغلة وما مستفاد منها. السبب الأساسي إنه ما في مياه في المناطق دي. برا ما في في المناطق دي لأنه ما في مويه. ترحل المويه المضيفة للشرب ولو تحصل مياه في المراعي بتكون بتغطي فرق كبير في الحقبة العائلية. الحاجة الثالثة الوجود صادق كبير في الاستعمالات الحيوانية سواء في دولة الجنوب أو في الدول العربية. عندنا برضه تشجيع القطاع الخاص على استثمار التمثيل الحيوانية الخاصة على الاستثمار العربي الخاص العربي استخدام التقنيات الحديثة تدريب الجمعيات. العمل التعاوني ده يمكن لو عندنا جمعيات حقيقية فعلا يمكن 80% من المشاكل ممكن يحلها لو عرفت الجمعيات التعاونية فعلا. الحاجة الثانية الخريجين ده يعني بدل ما نوظفهم حتى ما في نحتاج في المكان المفروض ندمجهم في القطاع الحي حيوان التمويل الأكبر ريادة الأعمال وديانة المربين الطول والدفاع وحتى الحاجة والإنتاجية بتكون موجودة في الآخرين. الحاجة الأخيرة الكوارث أكيد هيحصلون كوارث للعالم تحديدا للدول العربية وكل البلد كل يا جماعة إنه غادي يكون عندنا قروش ما تقدر تتحصل على على السلعة على هذا الخط. فحاليا فالسودان المخاطر الإنتاج الفائدة والارتفاع الحاجة الثانية اشتراطات منظمة التجارة الدولية لما يخص التكنولوجيا والتكنولوجيا عنده أي منتج المفروض يكون زي وحتى الـ OIE صحة الحيوانات فدي اشتراطاتهم قد يكون حتى ما تمكن من تستورد إنتاج حتى البسيط والتعليمي ده. فالمستقبل له مخاطر استمرار تدهور المناطق البيئية تأثير التغيرات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية على القطاع. فملاحظين أنا حبيت الكوارث الطبيعية في المخاطر هي ممكن تكون خطوة ممكن برضه تكون شنو؟ مخاطر. يعني لو حصلت أي كارثة في القطاع الرعوي السائل عندنا ده التدخل صعب للحشاشة.
الأخيرة انتشار الأمراض عن خلق الدراسة عدم الحصول على تمويل ومشاهدة. يعني السودان ما في الدول الريسك في الثروة البيئية كبير، والتمويل الداعمين والتمويل الحيوانية الحيوانية في المستقبل كبيرة. إيه خلف الطريق عشان نمشي لقدام ونحسن التطوير؟ الحقيقة ملايين الحيوانات أمر واقع بالنسبة لنا، استخدام الدم لتحسين مهارات صحتنا والسلام والسلام المستقبل عامل نمشي الناس مشكلة التغذية. بعد ما توفر التغذية كويسة الحيوان بيعمل شنو؟ كومبنسيشن لشنو؟ للبروس. فبعوض الكلام ده في الحليب ما في. الحاجة الثانية التسويق بتاع الحليب مشكلة، لأن الحاجة المفروض تخش التسويق بتاع اللحوم الحيوانات الحية معلوم فيهم رونة أكثر من الإنتاج بتاع الحليب. فنحن في ظروف المفروض نركز على إنتاج اللحوم أكثر. أهم المطلوبات إنه تنفيذ برامج تحسين الوراثة لربع مدة الإنتاجية للسلالات العربية الواحدة من خلال الانتخاب أو التربية الفردية الموجهة واستخدام التعليمات الحديثة، إدخال الحيوان في الدورة الزراعية. يعني الإخوة الزراعيين بيعتبروا الحيوان هو شنو؟ آفة زراعية. التكامل بين الزراعة والحيوان من الحاجات المهمة جدا ولها فائدة للطرفين. تشجيع رأس المال العربي باستثمار في القطاع، لكن عدد كبير من الورش الإخوة العرب بيقولوا والله ما في مناخ استثمار جاذب في السودان، ولا حد بيمشي ما بعرف أجيبه، ما في حاجة تحفظ يعني. الدونية اتحادية يبلغ من نسبة ولائيا يعني. تطوير شراكات بين القطاع العام والخاص، تطوير منظومات الانتاج الحيواني تشمل كل اصحاب المصلحه، التشجيع على تطوير الحيوان، عمل التعاون هو الاساس الاساس الاساس. تطوير حوكمه قطاع الثروه الحيوانيه ليكون داعما لشنو؟ للتنميه. نجد وضع الامن الغذائي العربي. لو ملاحظين انا حاخذ اركز على انتاج اللحوم وانتاج الالبان. فالوطن العربي بيستهلك ما يعادل 6 مليون طن من اللحوم، بينتج منها زي 4.2، وفي ديفيسيت بتاع واحد تقريبا 1.7 مليون طن. دي المفروض نركز عليها. دي في ديفيسيت في الوطن العربي للحوم. دي المنافسة عليها الشركات بتاعت إنتاج اللحوم. دي السودان المفروض يركز عليها. بالنسبة لإنتاج الحليب، الوطن العربي بيستهلك 37 مليون طن من إنتاج الحليب، بينتج منها زي 28 مليون طن، تقدر بتاعة 9 مليون طن إنتاج حليب في الوطن العربي. لكن لو نشوف إنه العجز في إنتاج اللحوم في الوطن العربي بيجي صادر من خارج الوطن العربي، ده بيساوي لي قريب 5 مليار دولار. فدي جزء السودان المفروض نركز عليهم كثيرا. بالنسبه للفايز العجز في صادر الالبان هي زي 7.5 مليار دولار، لكن نحن نركز على الكومبارس الالبان بتاعتنا في انتاج اللحوم اكبر. ده توريني مساهمة المجموعات السلعية الرئيسية في الفجوة الغذائية في الوطن العربي. فبنلاحظ أكبر فجوة هي في الحبوب، وتليها شنو؟ اللحوم اللي ب 20
المية دي في 60 تاني بتكون في الوطن العربي، ودي المفروض السودان يعمل عليها. يمكن أخيرا دي أنا زي ما عارفين إنه حاليا خبير في المركز العربي لأجساد، وأجساد عندها دراسة مع وزارة الزراعة اسمها خارطة استخدامات الموسم الأراضي في السودان، فيها تقييم كل الناتشورال ريسورسز وهاو تو ديفولب أو كيف متطورة، وحاليا شغل غطى زي 9 ولايات. فيمكن المقترحات دي هي خلاصة تجارب في 9 ولايات سودانية، وأغلب الظروف زي بعض يعني، وبعض التدخلات اللي نعتبرها مهمة. فزي ما قلنا نوريكم الحشاشة بتاع الثروة الحيوانية في السودان، والعلف أهم شيء. فده تقييم للعلف، شوفوا الفجوة العلفية في السودان من 2008 ل 2018، 10 سنين. في النص نسبة العجز، 2008 العجز كان 28.5، 2015 العجز كان 61 تقريبا، 2018 كان 12%. ده كله لأنه الشغل معتمد على المطر. شوفوا الهشاشة العايش فيها نظام الإنتاج الحيواني في السودان. هي مراعي الموجات، طبعا مراعي، فمع التغيرات المناخية وموجات الجفاف والبشر الكبيرة. الصورة دي يمكن أخذناها من الماء الأزرق، وإنه كمية كبيرة من المراعي غير مستغلة لأنه ما في مياه. فيمكن التدخلات المهمة يعني الصورة بتاعت الراجل البنيامين ده عامل له كثير استثمار. ممكن كلكم في الزراعة عارفين إنه كثير من الحفاير قصد المياه اتعمل بواسطة المنظمات. يوم اللي ينتهي المشروع أقل مشكلة في الحفاير دي ما في صيانة، فاستدامة لهذه المشاريع ما في. فالاقتراح إنه يكون في تشجيع للاستثمار المجتمعي خاصة من أصحاب المصلحة بما يخص تشريعات، بما يخص تمويل، بحيث إنه يعملوا زي ده، زي نموذج ده، هم يعملوا حفاير في المراعي دي واستثمروا، سواء كان الإنسان أو الحيوان. فدي من التدخلات المهمة. أو يتم حصاد شنو المراعي ونقلها إلى حيث وجود شنو الحيوان. الحاجة الثانية عندنا كمية كبيرة من المخلفات الغذائية والزراعية، برضه المفروض يكون في بناء قدرات ما يخص حفظ وتحسين هذه المخلفات، سواء كان بسلاج ولا يوريا. ده من الحاجات برضه المهمة في التحسين الوراثي. إنه يا جماعة إدخال الحيوان في الدورة الزراعية ممكن، ممكن ناس الجزيرة بيعوا التجربة بتاعت المشروع الأيرلندي. دي من التجارب اللي كانت المفروض تستمر، لأنه يا جماعة إدخال الحيوان في خاصة الأبداع الهجينة بمستويات وسطى في مشروع الجزيرة، أول شيء ده بيساعد في سماد تسميد الأرض. الحاجة الثانية زراعة الأعلاف الغولية بتزيد الخصوبة بتاعت شنو؟ الخصوبة بتاعت الأرض. الحاجة الثانية المهمة مشروع الجزيرة كل ما يكون في دورة زراعية مشكلة بتاعت التمويل. فلو أي مزارع قدرنا نملكه بقرتين ثلاثة أربعة من الفريزر إنتاجه كويس، فبالعملية بتاعت يا موسم ده يزرع يبيع العجول، يزرع بيع جاب الحصاد يرجع ثاني حيوانات. فبالعملية بتاعت الريستوكينج والريستوكينج تتخلص من مشكلة كبيرة بتاع التمويل، ربح كبير وإحسار قاعد يقع على شنو؟ على المزارعين. فاقترحنا إنه في منطقة بركات يكون في بايلوت بروجكت لإدخال الحيوان في الدولة الزراعية، ويكون نموذج يمكن تطبيقه. الحاجة الثانية زي ما قلت لكم التجربة بتاعت التهجين في أبدان أبدان اللحم. يمكن المشكلة اللي كانت في الدراسة اللي اتعملت تقول لي يا أخي المستثمر عشان يعمل تهجين بيحتفظ بجيل الأمهات، وفي نفس الوقت التجيل بتاع العجول المفروض يسمنه ويبيعه، يعني بيصرف على شنو؟ على جيلين، ودي اقتصادية قد تكون ما موجودة. ولما اقترحنا انه يكون في تزاوج تعاقد، انه اصحاب الابقال اللي اصلا بتنتج
لحم مرتع الحليب سواء كان في النيل الأزرق في النيل الأبيض، إنه المستثمر يوفر الشعر والسندات بتاع اللحم، يكون معاهم في عقد، يدربهم، يديهم بعض الجعلات الفنية، بعض التسويقات، بعض غيره، إنه في النهاية المعدن من الزهور الحديد اشتراها منه بسعر كويس. ففي الحالة دي الاثنين بيكونوا شو؟ مستفيدين. إنه المربي المستثمر هيستغل عيون الأمهات عند أصحابه. في نفس الوقت ديل بياخدوا مساعدات منه و بيبيعوا بسعر شنو؟ عيون بسعر شنو؟ كويس. فلما التزاوج التعاقد اللي احنا اقترحناه يكون مع شركة استرسلانا، خاصة إنها عندها شنو؟ كان المفروض قبل الحرب بكام يوم تستلم مصنع بتاع مصنع حديث ومصنع لإنتاج اللحوم لصادر للسودان. فمشروع زي ده من المشاريع لو نجحت يعني هيكون عنده دور كبير. هل هحاول معرفة السيرة شوية؟ تحرك من عندك. اوكي. في برضه اتفاقية كان عملتها السلمة مع وزارة الثروة الحيوانية لتحسين الأغنام والماعز في السودان، كان مقترح مشروع لإنتاج لحوم جديان للصادر خاصة للدول الخليج، تهجين الماعز المحلي مع الماعز الشامي. برضه كان في مقترح بتاع استخدام جين اسمه جين البرولا في الأغنام، ده بزيد التوأمة 50 ل 60 ل 90%. فده في ظروف السودان يكون اول شيء بشجع المستثمر انه يستثمر في الاغنام. الحاجه الثانيه انه بتعرف انه السودان بيستخدم الخنان بيحمي الحيوانات انها ما تجد في الجفاف، يعني بدل تجد مرتين بتجد مره واحده في السنه. فالجين زي ده بخلي يكون في تعويض انه بدل تلتجيك واحد تلتجيك اثنين ويحصل تعويض ده الفترة الثانية، وبيشجع الاستثمار في القطاع ده. هنا الناس لو لاحظوا إن عائدات الثروة عائدات الصادر من الثروة الحيوانية بتشكل 20 ل 30% من قيمة الصادرات الكلية غير البترولية، مع إنها هي بسيطة لكن نسبيا كبيرة. لكن في نفس الوقت لو ملاحظين إنه الاحتمال بتاع التنمية وزارة الثروة الحيوانية ضعيف جدا جدا، وبعد الضعف ده ما يتم تخزيطه، يعني شوف لو ملاحظين لا يتعدى 9%. فالثروة بتشكل 30% من الصادر وتنمية بيجيها 30% من الميزان المعتمد الأصلي الشروط فيها ضعيفة. فهنا اقترحنا إنه لازم يكون في قانون يلزم الجهاز التنفيذي حاليا او بدائما بانه يخصصوا جزء من شنو؟ من الصادرات عشان يطوروا قطاع الثروه الحيوانيه سواء كان في القطاع الرعوي او استحداث جزء من انتاج حديثا. برضه من المشاكل انتشار الحيوان الامراض الحيوانيه ضغط الدنيا التحليل والخدمات، يعني في السودان حاليا المسجلين في المجلس البيطري 10,000 طبيب بيطري، وفيه ناس مغتربين، يعني كله بيطري قصاد 11,000 راس من الثروة الحيوانية والبياض الغذائي كله، لأنه النسبة المفروض تكون 2 ل 3,000 بالكثير لكل حيوان. يعني مثلا في النيل الأزرق يمكن إنه كله بيطري قصاد 208 راس من الحيوانات. يمكن دي جزء من بعض دراسة أحسان بتوري إنه التحصين دوري فقط في 60% من الحالات. دي من المشاكل كبيرة المفروض الناس تعيد فيها النظر. لكن اقترحنا بعد شنو؟ التدخلات عشان نرفع أو نحسن القطاع الناحية الصحية
ليه الموضوع بتاع البروجريس، ايه التحليل البروجريسيف فارمرز لانه يكون شنو معاونين بلطجيين. الحاجه الثانيه انه التحسين المفروض يكون دوري وشان سيادي، ما فقط الاديان تطلع لما يكون في بلاغ، لكن التعاونيه والجمعيات التعاونيه والجمعيات لا لا، يمكن بين المسالك لو استثنينا مسلخ الكادرو، يعني كل المسالك فيها مشاكل فنية وما بتوفي بالاشتراطات بتاعت الصادر، وكثير من الإرساليات رجعت، ونلقى إنه التصدير أساسا مبني على الحيوانات الحية، ودول كثيرة بتاخد الدهون بتاعتنا دي سواء كانت حية أو ميتة أو لحوم أو حية، و بعيد تصنيع وبعيد تصديره بيسيمة. يعني هسه تمشي، كنت بقرا في التقرير الامن الغذائي العربي في الوضع في 2018 انه مساهمه مصر في الامن الغذائي العربي في مجال اللحوم 21% والسودان 17%. يعني هنا برضه في مشكلة بتاعة الجلود، برضه تصديرها فخام دي ثروة كبيرة، يعني ممكن لو أحسننا جزء منها بيتصدر وبيتدبق لدول الجوار ويرجع لنا جيل المزروع عشان بعض مصانع الأحذية الموجودة في السودان، و50% من المزارع حاليا في السودان غير شنو؟ ما بعض كده. من المشاريع اللي ممكن تشتري القيمة هنا يا جماعة، المشاريع بتاعت ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلال المشاريع الصغيرة سواء كان لتصنيع منتجات الحليب أو تصنيع اللحوم. الخريجين دايما بدل نوظفهم يا جماعة خلوهم يخشوا من خلال المايكرو فاينانس وغيره، ريادة الأعمال يخشوا القطاع كمنتجين، ف ونستفيد من شنو؟ يعني كان في بعض مشاريع تمكين الشباب لكن تجربة بنك التنمية الأخيرة وأنا عايشها، يعني أخلوا الناس أخلوهم كمنتجين، أنتجوا أتناولوا الغول بتاع السماسرة، طريقة الجيران فكانت شنو فيها شورت مشكلة، المفروض أنت تصمم المشروع للفاليو تشينز كاملة، يعني أضمن مسوق قبل شنو؟ قبل الإنتاج المسوق ده ممكن يكون من الخريجين يعني. المساعدة في تسجيل بعض العقبات في تشغيل المبادر، تجاهل صفات مجال المسالخ والحديد في صناعة الجلود، برضه بناء القدرات المجتمع في مجال منتجات الحديد واللحوم. يا جماعة أنا جاي من سوريا وما فيها مصالح كبيرة بتاعت إنتاج ألبان مثلا، لكن في أي بيت بتلقى التصنيع بتاع الحديد، كل المعامل اللي في السوق الناس بتشتري منها بيصنع عنده معمله الخاص، ما في مصالح كبيرة ما في، لكن بتمشي السوق حتى تصدر بدول الجوار اللي بتاخد شنو منهم، بس لو كان على مستوى البيت أو على مستوى المعامل الصغيرة الأمور ماشية يعني. يا جماعة جربنا ما يمكن ده، يا جماعة وريني إنه دول الإرشاد تقول شنو، فنلقى إنه مصدر المعلومات الأساسي للمربين في السودان في أغلب الولايات هو الطبيب البيطري. لو ملاحظين الوحدة الإرشادية ما عندها دور كبير نتيجة للمعينات الجسدية ما بيقدروا يوصلوا ويقوموا بالدور بتاعه. الحاجة الثانية برضو الجمعيات التعاونية، نلقى إنه المنضوين للجمعيات عددهم قليل، وحتى القليلين ما بيعملوا عن شنو؟ عن أداء شنو؟ الجمعيات مع إنه في رغبة للانضمام لجمعيات تعاونية فعالة. لكن بالنسبة عشان نحل حل براغماتي بالنسبة لمشكلة الإرشاد، قلنا ولا الطبيب البيطري أصلا هو الموجود، ها؟ وبدل يدي معلومة في التربية والتغذية وغيره وغيره وما صار، وما عنده الإمكانية بتاع اللي هو الكوميونيكيشن سكيلز عشان يوصل المعلومة للمربي، نأهله يكون مرشد شنو؟ بيطري، نأهله يكون شنو؟
يكون سميناه مشروع الطبيب البيطري المرشد. برضه المفروض يكون في تبني بتاع برامج ومنصات للإرشاد الرقمي، رفع الوعي للمسؤولين وللمربين على رقمية الجمعيات البيطرية. الموضوع المهم يا جماعة، عليه موضوع حلقة بتاع السينما التايوانية. يا جماعة، بعيد عن الفير فايتنج، التعصب المهني، الحيوان مكانه مزرعة، حيوان مكانه مزرعة. ويمكن السودان، الكلام ده ما يعجب الكثيرين، لكن السودان وضيع من 4 دول في العالم الآن إدارة الثروة الحيوانية منفصلة. كل العالم الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة، وبعض الدول أضافت لهم البيئة والمياه، لأنه لازم يحصل سينرجي أو شنو تعادل بين شنو هذه القطاعات. فإما ندمج وزارة الزراعة، ندمج الثروة الحيوانية ضمن وزارة الزراعة، أو نستخدم التجربة بتاعت شنو الأثيوبيين. الأثيوبيين عندهم حاجة اسمها الـ Agricultural Transformation Agency، دي بتنسق لكل المشاريع في قطاع الزراعة من ناحية دراسات تذلل العقبات، فبتنسق بين كل القطاعات اللي لها. الحاجة الثانية عندنا مشكلة إنه وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية ما عندها إشراف فني على الثروة الحيوانية في الولايات، فدي المفروض يكون في حل للموضوع ده في مجلس تنسيقي، لكن ما فعال. الحاجة الثانية تهيئة الاستثمار لحفظ حقوق المستثمر والدولة والولاية والمدينة. وإن يا جماعة مهم جدا نربط الاستثمارات العربية في زراعة الأعلاف بتربية الحيوانات المحلية، فيجب إنه يزرع علف ويشيل ويمشي، فده تصدير موية، انت يعمل مزارع في السودان يعني. دي من الحاجات المهمة. وده يا جماعة آخر فايد، أنا معلش، لكن ده ركز إنه المفروض أي استراتيجية في تطوير قطاع الثروة الحيوانية المفروض نركز على خاصة تكثيف الإنتاج في الولايات الوسط، والتركيز على إنتاج اللحوم، لأن عندنا الميزة أفضل، المرونة أكثر، وندخل الحيوان في الدورة الزراعية. يعني مثلا مشروع الجزيرة، لا لو فيها بارتريزيان في مستويات وسطى وأداء كويس، هل نحن بنحتاج السوق خرطوم بريد؟ ما بنحتاج نجيبها لبنبوت من بيتنا. يمكن حاجة أخيرة دار الشبلين، إنه يا جماعة مفروض إذا في الثروة الحيوانية يكون في وحدة بتاعة حفاظ المياه. حفاظ المياه بالنسبة للمراعي بحل كثير 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 من شنو من المشاكل، وبرضه تشكر الجميع، وأنا أتمنى في التنفيذ. شكرا جزيلا دكتور لطفي على حظ السياحة الكبيرة فيها الثروة الحيوانية، ويمكن أن احنا نعرف أنه ملف الأمن الغذائي العربي يعتبر الموضوعات الساعة في ظل التحديات التي انعكست على الدول نتيجة يمكن لكثير من المشكلات الآن الموجودة العالمية، سواء كان الحرب الموجودة على أوكرانيا أو في السودان أو في غزة، وتأثير جائحة كورونا ممكن في فترة 2020 2021، والتغيرات المناخية الحالية، وعدم ظهور مستويات الأمن الغذائي على المستوى العالمي. وإن آخر إحصاءات بتقول إن 868 مليون شخص لا يملكون ما يكفيهم من الغذاء، 868 شخص لا يملكون ما يكفيهم من الغذاء، وتم اختبار 25 دولة حول العالم في أوضاع متدهورة وشديدة الخطورة. 25 دولة الآن هي من جملة 193 دولة الموجودة على مستوى العالم هي في أوضاع متدهورة وشديدة الخطورة، وده بيدفع الناس إلى إنه كيف تدارك هذه الخطورة أو هذه الأزمة سريعا.
عبر تحقيق الأمن الغذائي بمختلف أبعاده ومكوناته على المدى القريب والبعيد. أنا الآن شايف الزمن حرك 35 دقيقة في الابتدائي، نخلي نقدم الورقة الثانية طوالي مباشرة، والناس بعد ذلك تاخذ ملاحظات أول حاجات في جامعة دائرها وتقديمها بعدين بعد نهاية التقديم. دكتور، يمكن الورقة الثانية اللي هي بيتكلم عن دور السودان إلى في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والعالمي، تقدمها دكتورة إنعام علي عبد الله اللي هي بكالوريوس الزراعة جامعة الخرطوم وماجستير جامعة الخرطوم، الدكتوراه في الكيمياء البيئية جامعة ماليزيا مالايا في ماليزيا، تعمل في البحوث الزراعية ولها العديد من البحوث والبرامج بالتركيز على الزراعة العضوية للإنتاج الزراعي المستدام، وحاصلة على شهادة من الوكالة العالمية للطاقة الذرية في فيينا. مرحبا بك دكتور إنعام، بيننا وبين ظهرينا في أتسو. شكرا، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، شكرا لجناح السودان في معرض إكسبو قطر. شكرا للحضور الكريم. أنا أقدم الورقة باسم منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي. والمنصة تكونت بعد 15 أبريل، لكن عندها نشاط كبير الحمد لله، عدد من الإنجازات في مجال الأمن الغذائي. شايفين نتكلم عن دور السودان في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والإقليمي ويمكن الدولي، وبإذن الله يعني رغم الظروف اللي احنا فيها، لكن السودان فيه من البوتنشال ما يجعله هو فعلا سلم غذاء العالم إن شاء الله في المستقبل البعيد. يعني النزعة في أيوة. في التقديم ده إن شاء الله أنا بسعى لإني أناقش معاكم دور وإسهام السودان في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والدولي، بحيث إنه ما يقتصر الإسهام ده على بس توفير الغذاء، ولكن يمكن المشاركة يمكن في المبادرات العالمية لتعزيز التغذية السليمة الصحية وتنوع الغذاء وتحديد أهداف التنمية المستدامة. ففي البداية نشوف ما هو الأمن الغذائي. ده تعريف الأمن الغذائي حسب المنظمات الدولية وحسب برضو الجامعة العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. التعريف يقول إنه الأمن الغذائي هو قدرة أي بلد على تأمين الغذاء الكافي لمواطنيه، وخلال فترة زمنية محددة حددوها في تونس في 2008 بفترة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة، قابلة للتجديد في كل فترة بعد ما تخلص بتجدد ثاني بحسب تعريف منظمة الفاو. والمنظمة الفاو قالت إنه توفير الغذاء لجميع الأفراد في المجتمع بالكمية والنوعية اللازمة لاحتياجاته. زي ما هو واضح في السلايد، انه الامن الغذائي عنده 4 ابعاد، هي توفر الغذاء وامكانيه حصول الناس على الغذاء واستغلاله من حيث الجوده، والحاجه الرابعه الاخيره هي الاستقرار، واللي هي تعني انه يكون مستدام ومتوفر في كل الاوقات مهما كانت الظروف. في عوامل كثيره او مقومات هي بتمثل يعني من غير ما تكون في أمن غذائي متوفر، اللي هي العوامل دي بتتحكم في تحديد الأمن المستوى المطلوب من الأمن الغذائي، تشمل الاستقرار السياسي
وعدم وجود صراعات، المشاكل الموجودة في البيئة، دكتور لطفي يمكن يكون ذكر عدد منها، التحديات الاقتصادية، وفي عندنا كثيرة في مناطقنا بتاعت الشرق الأوسط والدول العربية بصورة أخص يعني. المنظمات الدولية المعتمدة موضوع الغذاء زي الفاو أو الـ UNDP وغيرها، عندهم تحديث أو إندكس مؤشر بيقيسوا بيه مستوى تحديد الأمن الغذائي، وهذا التعريف بتاعه بيكون إنه تقييم سنوي بيقيس الأمن الغذائي في فترة، اللي هو بيقيس الأبعاد بتاعت التكاليف، التوافر، الجودة، السلامة الغذاء. المؤشر هو مؤشر نموذج ديناميكي بيسجل الكمية والنوعية للغذاء، وبيقيس كل محركات الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. هنا في شوية معلومات عن الدول العربية، لكن الدول العربية زيها وزي ما الدول تسعى دائما لتحديد الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، خصوصا إذا في أزمات برضه تتكلم عنها، والمقدمة ندوة الكريم تتكلم عنها زي الكوارث، الآفات، غير من الأشياء ممكن تهدد الأمن الغذائي. فالدول كلها بتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. فالديجرام ده اللي فيه أو السلايد بتوري إنه الدول العربية مستوى تحديد الأمن الغذائي أو الإندكس للدول العربية كلها، وواضح إنه في عدد من الدول زي عندهم لو يهتم زي الصومال والسودان واليمن الجزائر جيبوتي مصر، ففي بعض الدول عندها نسبة عالية، والإندكس الجهة الثانية بيوري ده المؤشر بيلاقي إنه الأخضر الغامق هو جيد جدا، يتدرج لحد بنشوف بعد ذلك الصورة بتاعتنا التفصيلية إنه كيف الدول بتاعتنا خاصة السودان هسه، والحقيقة ما هسه من 2021 بقينا نشوف الصورة بتاعت الأمم المتحدة، الألوان الاثنين هي البرتغالي والأخضر الفاتح، لأنه في مشاكل زادت كثير جدا حتكلم عنها شوية، لكن ما حنتكلم عن المشاكل، حنتكلم عن البوتنشال اللي في السودان فعلا فيه فرصة طيبة لأنه يكون من أحسن الدول في موضوع الأمن الغذائي. أيوه، مواصلة للمراجعة العامة للدول العربية بنلاقي إنه في دول عربية كثيرة استطاعت إنه تأمن الغذاء زي المغرب وتونس والجزائر والأردن وقطر والكويت، وفي دول ثانية بتعاني نقص في تحقيق الأمن الغذائي بصورة كاملة لأسباب كثيرة ذكر منها عدم الاستقرار السياسي يمكن، أو الحروب أو الآفات أو أي غير حاجة من الأشياء، لكن بكل تأكيد أي دولة بتسعى لأنها تقوم من الدول المكتفية ذاتيا، فالمؤشر هنا بادي الإمارات، قطر، السعودية 44 زي ما هو موجود هنا، المودي اللي قاعد في التوب 10 في المنطقة، عندهم أمن غذائي متوفر وممكن يكون أفضل من غيرهم كثير من دول العالم. الكويت في عام 2008 قدمت اقتراح للجامعة العربية إنه تعمل شبكة أمن غذائي خليجي، وبعد ذلك توسعت إنها تبقى للشرق الأوسط بصورة عامة والجامعة الدول العربية بصورة خاصة، إن يكون في منظومة واحدة هي التي هي المسؤولة من تحديد الأمن الغذائي في المنطقة. في تقارير الحقيقة كثيرة عربية بتوري إنه الاكتفاء الذاتي تم في بعض الدول ذكر الاكتفاء، لكن ركزوا على 4 دول في المنطقة هي السعودية والإمارات وقطر والبحرين. باقي الدول في نسب أقل كثيرة، لكن في الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي في 2018 في تقرير عن
آفاق تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، استعرض الاحتمالات في موضوع الأمن الغذائي لحد عام 2030، وفيه توصيات كثيرة بأن الدول العربية لازم يكون عندها استراتيجية تأمين بها الغذاء، وده بصدد الورقة بتاعتنا هنا في السودان، واحدة من الدول الثلاثة في الشرق الأوسط المرشح عندها أو في الدول العربية إنها تقوم بالدور ده. طيب السلايد هنا بتوضح إن الدول العربية المعتمدة بتستورد الأغذية من الثلاثة دول في روسيا، الاتحاد الروسي أو أوكرانيا أو قطر. فلقدام هنتكلم عن إنه الاستيراد ده ممكن يكون يعني يتحل بطريقة ثانية من الدول العربية الزراعية زي السودان ومصر وتونس وغيرها، يكون يلعبوا يتعاملوا روسيا وأوكرانيا في المنطقة. طيب السودان، الخريطة دي عن السودان، الوضع الأمن الغذائي اللي هو بدأ متدهور من 2021 وزاد سوء بعد الفيضانات الكثيرة في 14 ولاية في السودان في 2022، وهسه كمان ربنا يعني يكف البلد والناس والموضوع الحالي وكده، الوضع الأمن الغذائي بقى في وضع أسوأ مما كان عليه في الماضي. فلو شفت لو متذكرين جبال المفتاح بتاع الأمن الغذائي في السودان كله فيه كان في الوضع ده، يعني في ستريس في الوضع الغذائي مش عشان التوفر، لكن واحدة من الأربعة أبعاد اللي أنا تكلمت عنها في البداية ما متوفرة، اللي هي هسه مثلا عندنا في الجزيرة عندنا غذاء لكن ما ممكن يصل لباقي السودان مثلا، أو في تضارب في حصاد لكن ما حيصل، لكن نفس المسألة الموجودة. فالخريطة دي كمان في ناس زادت سوء، لكن برضو ده يعني أنا يعني قصدت أتكلم عن الوضع السيء هسه، لكن أتكلم بعد ذات عن الموضوع. فدي ولاية السودان كلها من الجزيرة لحد النيل الأبيض، وضغط على الأمن الغذائي فيها في الفترة من أكتوبر 23 لفبراير 2024، لكن كله بسبب الوضع الأمني والنزاعات والأشياء الأخرى، يعني مش عدم الإمكانيات أو توفر الإمكانيات الزراعية، الإمكانيات الزراعية موجودة وكل مقومات الأمن الغذائي في السودان موجودة. فده أثر الحرب في الحقيقة عن موضوع الأمن الغذائي، وتكلمنا عنه يعني في بداية الكلام إنه الاستقرار السياسي هو واحدة من الأسباب اللي تخلي اللي يكون في أمن غذائي. لكن زي ما قلت أنا برغم الواقع المؤلم اللي موجود في السودان، إلا إن السودان بلد غني جدا جدا، وكلكم عارفين المثل يعني، يعني من هنا نبدأ الكلام المتفائل عن السودان. السودان معروف إن الزراعة هي أهم نشاط اقتصادي، بتمثل كبير جدا من الدخل القومي، وبتمثل كثير جدا من العمل، الفرص العمل بوفرة الزراعة بوفرة الأعمال الزراعية الثانية، ما بس الزراعة عشان بتروح في ما يزعل مننا الحكاية الحيواني برضه والغابات والتصنيع الزراعي، كل الأشياء دي في موضوع الأمن الغذائي وموضوع التطور بتاع الزراعة. فالسودان عنده بلد غني وبإمكانات زراعية هائلة، أراضي متنوعة، كلنا عشان كده في فرص كثيرة جدا للزراعة في السودان، والخريطة دي جديدة، خريطة التربة في السودان دي جديدة جدا، اتعملت في 2017 برنامج كبير كان اسمه السودان يا دكتور لطفي صححني. ايوه فالخريطة جديدة توري نفس كل اراضي السودان ما زالت بخير والحمد لله. فشفت المفتاح ده كده انه في اراضي خصبة كثيره، والصوره دي من الجوازير، ففي فرص كثيره جدا للزراعه في السودان ما في شك.
في مقدرات زراعية كثيرة، السهول كثيرة، نهر النيل والحمد لله، وعديد عديد من مصادر المياه الثانية. فيوجد نسبة كل المحصولات بالمناسبة، كل الخضر الموجودة في الخريطة، شكرا، كل الخضر الموجودة في الخريطة أو الخضروات أو الفواكه في أكثر من مكان، لأنه الخريطة ما حدش ما شالتها كلها، عشان كده حاولنا نوزع إنه مثلا كل المنتجات دي منتجات غذائية يمكن إنتاجها في السودان، ما بس للاكتفاء الذاتي ولا للاكتفاء الديني، لكن كمان لمستوى أعلى، لو توفرت الظروف المناسبة. فرص كثيرة للزراعة لتقدمها في السودان، اللي هو توطين المدخلات الزراعية، وتكلمنا كثير عن الأشياء دي، إنه لازم يكون عندنا توطين لمدخلات الزراعة، دي حتساعدنا في إنه فعلا يكون عندنا اكتفاء ذاتي واكتفاء إقليمي ويمكن مساهمة دولية. الاكتفاء الذاتي مثلا في المبيدات أو الأسمدة، البذور المحسنة، الآليات، عندنا تجارب بتاعت صناعة آليات ناجحة، وعندنا تجارب كثيرة بتاعت شركات زراعية كانت موفقة. في الحقيقة السوايت الفاضل برضه ممكن نتكلم عنها، إنه توطين المدخلات ده بيخفض التكلفة، بيكون مربح للمنتجين، مربح للمستثمرين، مربح للدولة نفسها إذا كان عندها توطين لكل الاحتياجات اللي بتحتاجها الزراعة. الفرص في الزراعة برضه بتكمن في إضافة قيمة لكل الأشياء شفناها في السلايد اللي قبل دي، لأنه عندنا منتجات كثيرة جدا، خضروات، فواكه، محاصيل، كلها ممكن تتحول لمنتجات ثانية ويكون في إضافة قيمة لها، ويكون في سوق عالمي وسوق محلي وسوق دولي كمان. فالقيمة المضافة حاجة مهمة جدا عندنا في الزراعة لفترة كثيرة أهملت، لكن في أيام كثيرة كمان في السابقة، إنه تم إنشاء عدد من المصانع تحت التحويل الزراعي جدا في الغذاء، يعني كلنا بنتذكر المصانع سعيد وغيره، وهسه المصانع الحديثة للأسف الشديد دمرتها الحرب في الخرطوم، المنطقة الصناعية محري في مدني، في المنطقة الصناعية في مارنجان، معظم الصناعات كانت مركزة. فدي من التحديات اللي بتواجه الزراعة في السودان، لكن ما حنتكلم عن تحديات، لازم نتكلم عن الفرص والمستقبل الأوفر للزراعة. ليه تكلمنا عن ده كله؟ لأن السودان ممكن يكون هو مع دول أخرى ما بس السودان، لكن نحن هنا يهمنا نتكلم عن دور السودان تحديدا، إنه زراعة حديثة، زراعة تقبل التكنولوجيا، زراعة يعني فيها كل المدخلات المنتجة محليا، بالتالي حتكون مربحة للمستثمر، مربحة للدولة، مربحة للمزارع. فدي تتطلب إنه يكون في حاجات كثيرة، ممارسات زراعية مستدامة عشان نضمن الأمن الغذائي، ابتكار زراعي أو الزراعة الحديثة أو على سمارت أجريكلتشر في العالم، تحسين أساليب الزراعة، تطوير الأشياء، المدخلات وغيرها. ده الكلام عن الاستدامة، إنه نحن يعني نبشر أو نحاول قبل التطرق في برضه فترة تجربة إثيوبيا في الانتقال، أو اسمه التحول الزراعي. التحول الزراعي ممكن يعني يتم في السودان بزراعة مستدامة، بعمليات زراعية، يعني نحن اوريدي عندنا ثروة هائلة من الأبحاث الزراعية المتطورة والحديثة والقديمة برضه، ما لقت حسبها من التطبيق، هي ممكن كلها تساعدنا كنا نحن نتنقل من الزراعة التقليدية والزراعة البسيطة لزراعة مستدامة فيها كل العوامل اللي هي ممكن تأهلنا كدولة لأننا نقود الأمن الغذائي العربي والإقليمي، ويمكن الدولي إذا توفرت السياسات الرشيدة اللي تؤدي للطريق.
نفس المسألة بتنادي في موضوع الاستدامة في المناخ. الخريطة دي خريطة مبشرة جدا، هي يعني أنجزت أخيرا جماعة المهندسين الخبرين في بريطانيا، تتكلموا عن البوتنشال سولار ثيرمال باور في السودان. كل السودان عنده فرصة طيبة جدا إنه يتحول لمكان للطاقة الشمسية، إنتاج ضخم جدا من الطاقة الشمسية. ده مخلينا عندنا environmental sustainability، بيقول في إنه بما إنه في استدامة في الموارد، استدامة كلام جيد في المناخ. عشان كده نحن المنصة الزراعة للسودان والأمن الغذائي دائما قاعدين نأكد عليه إنه في أهمية استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، نحافظ على مواردنا وبالتالي نحافظ على وضعنا كدولة. ممكن تكون هي الوجهة للاستثمار الزراعي الغرض توفير الأمن الغذائي. طبعا التعاون الدولي والإقليمي هو مدخلنا لأنه نحن نشتغل مع زملائنا أو أشقائنا في الدول الثانية، إنه نطبق الدوسير الموجود عندنا، نستفيد من البحوث اللي عندهم هم. فإذا في تعاون وكولابوريشن بين الدول المختلفة، وخاصة إحنا بنتكلم هسه عن يعني الدول العربية والمنطقة، في يعني في صفة مميزة للسودان غير المناخ، في التعاون بينه وبين الدول العربية والأفريقية كان كبير وبسيط، وحيكون لقدام إذا استمر الوضع، استقر الوضع ما انتهينا من الحرب ورجعنا لوضع السودان فيه استقرار. نفس الموضوع إنه بمشاركة المعرفة مع كل الناس، الاستفيدوا واحد من محاصيل الأمن الغذائي، لكن هو واحد من أهم المحاصيل اللي بتدخل يعني نقول عليه شنو دخل للمزارعين المنتجين اللي بيدوروا بيقدروا يعملوا الأمن الغذائي اللي بيوفرهم لمجموعاتهم للدولة وللمنتجين. طيب نحن ما حنقدر نعمل ده إذا ما في تعاون أو في استيعاب للمزارعين والمنتجين الصغار، إذا كانوا مزارعين أو رعاة أو كله، فهم المزارعين الصغار والمنتجين الصغار هم عصب حياة الاقتصاد السوداني، وهم اللي عليهم يعني كل الاتكال في إنه ينقلون النقلة دي من دولة مستوردة. السودان الفترة اللي فاتت دي كلها يعني 10 سنوات قبل ثورة ديسمبر وكده، إذا نجحت بقول على في الستيتمنت بتاع بنك السودان بتلقى إن في مواد كثيرة جدا غذائية كنا بننتجها في السودان وبنصدرها بنستورد. فإذا كان في تدريب للمزارعين، وضعهم في وضع يخليهم يكونوا هم عندهم القدرة الكافية لأنهم ياخذوا قرارهم، جمعيات تعاونية، جمعيات إنتاجية وغيرها. فالمنتجين الصغار هم عصب الاقتصاد في السودان، وهم اللي حيتبنى عليهم كل شيء ممكن يدينا تطور للزراعة، إذا كانت لأمن غذائي أو لغير من الأشياء. فتحقيق الأمن الغذائي المحلي أو الدولي أو الإقليمي ما يتعمل إلا كأنه سيمفونية كبيرة، كل زول عنده دور يعزفه، كل زول عنده حاجة يعملها. البحث العلمي، المزارعين، السياسات الدولية، التعاون مع الناس الآخرين وكذا. فأنا أفتكر إنه في ختام البرزنتيشن أقول إنه السودان يعني الكلام بتاع إن السودان سلمت غذاء العالم ما يعني ما حاجة يعني المفروض نمسك في الكلام ده بيننا وبين السودان. فعلا عنده بوتنشال كبير جدا انه يبقى واحد من اهم الدول المنتجه للغذاء في العالم، والاسباب كثيره الوقت بعيد عن شرحها، لكن في النقاش ممكن
نتكلم أكثر عن الموضوع. شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك دكتور إنعام على هذه السياحة في ما يساهم فيه السودان في الأمن الغذائي العربي والعالمي، والإمكانيات التي حضرها الله سبحانه وتعالى إذا استخدمت بإدارة سليمة إن شاء الله هيتحقق الهدف الحق المراد يعني إن شاء الله. نحن نفتح الفرص للنقاش، يمكن عندنا تقريبا يعني يمكن يكون 40 دقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، كل الضيوف وكل الزملاء، وبشكر كثير الأوراق خيركم. في الحقيقة أوراق يعني دسمة ومعلومات جديدة، وطبعا يعني الواحد استفاد منها كثير يعني خيركم كثير. قبل ما أنسى، أنا أبو بكر الكوري، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الزعيم الأزهر كلية الزراعة. طيب، إذا قاعدين نتكلم عن التحديات، حاليا التحدي هو الحر صراحة يعني. حتى البنية التحتية كانت متوفرة الفيضة، سبحان الله يعني، ما عرف من الفضل في فده تحدي رقم واحد. فنحن نسأل الله إنه يوقف هذه الحرب ونرجع لأهلنا وبلدنا ونساهم في تنميته يعني، وهو بالتأكيد قابل للتنمية وواعي جدا. الحاجة البسيطة اللي كنت داير بس أعلق عليها، في السودان طبعا الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي هو في النهاية كله زراعة. نحن ساعات درسنا ما كان في، كان في تخصص إنتاج حيواني، ما كان في كلية، ما في مانع يكون في كلية للإنتاج الحيواني، باعتبار انها يعني بقت فيها تطلعات وفيها تخصصات كثيره. لكن في الكل انا بنسهم في تنميه القطاع الزراعي. الكلام بتاع انه الفصل ده ممكن يكون اضر بالقطاع الزراعي، ممكن الكلام ده اشار له دكتور لطفي. انا بس تعليقي انه التقليديه في القطاعين ممكن لسه بنمارس الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي عموما بتقليدي. صحيح برضه نحن نعرف انه القطاع التقليدي الحالي هو سبب لسه نحن بناكل ونشرب في السودان. هذا القطاع قطاع بيمد السودان باكل وشراب سوينا ما بين، لكنه في النهايه ما بيساهم المساهمه الكبيره في انه ينقل السودان النقله الكبيره في انه يكون هو يعني مصدر الامن الغذائي محليا وعالميا. الاستثمارات في القطاع الزراعي يجب ان توجه الى البنيه التحتيه، في ضعف شديد في البنيه التحتيه في هذا القطاع. وطبعا في واحده من المشاكل الاساسيه في المجال بتاع الطاقه، السودان يعاني من قله الطاقه، لذلك عندنا مشكلة كبيرة دائما بتواجهنا في المشكلة بتاعت الطاقة والبنية التحتية الضعيفة، إضافة لشيء مهم جدا وهو برضو عندنا مشكلة كبيرة في السياسات. الكلام هنا كان في إشارات مهمة جدا، لأنه والله نحن القطاع موجود والثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي موجود، لكن مساهماته في الصادر ضعيف. دي كلها مشاكل بتاع السياسات. الخريجين بتاعين بتاع الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي يعني برضه نحن بنشيل من القطاع ده كانه مورد سهل للجبايه، دائما ننظر له كانه مورد سهل للجبايه لكن لا ننفق عليه. في لقاء من اللقاءات كان
في السياسة الزراعية، إنه والله الهدف الزراعة هي الهدف السياسي هو. في تفاصيل البرنامج، إنه كله توسعة المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات كحزيدة من وين؟ حزيدة من القطاع الزراعي نفسه، في حين إنه إنفاقنا على هذا القطاع لا يتعدى 1 أو 2%. حتى شبابنا اللي احنا بنخرجهم دي ما قاعدين يلقوا شغل. فانت يعني بتمشي بتدفع مرتبات لقطاعات اخرى مهمه، ما عندنا مشكله، لكن القطاع اللي بيجيب لك الجبايه انت طلبته بيقعدوا خريجين في قطاعات. فهنا في مشاكل، يعني مشاكل بتاع سياسات، مشاكل بتاع الطاقه، مشاكل في البنيه التحتيه عموما وضعفها، مشاكل في تقليديه القطاع الزراعي وممارساته حتى لا. دي من وجهة نظر شخصية، كثر خيركم وبارك الله. مرحبا بك ترى حبيبي، حبيبي بالسلامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا احيي التوصيل بكل انعام. وطبعا في يوم المرأة العالمي اليوم 8 مارس احيي نساء السودان، ونحيي الوجود النسوي العميق في القاعة وخارج القاعة. وحقيقة يعني كان النقاش منذ قبل شوية في القاعة انه بعد البرد نبدأ النسوان احسن. أنا عندي كم إضاءة حقيقة. أول حاجة يعني الخريطة اللي كانت بتاع الـ IPCC ريبورت، الخريطة اللي فيها المؤشرات بتاعت المجاعة، يمكن لأول مرة منطقة الجزيرة والعاصمة الخرطوم تلون باللون الأحمر، هو اللون الثمين. يمكن أنا براقب الخرائط دي يمكن من 2015 أو 16 المعارف إلى الآن، كل الدول يمكن حصلت فيها المجاعات، عواصم هذه الدول لم تتأثر بالمجاعة نهائي، ممكن لأول مرة في التاريخ ممكن دولة عاصمتها تتأثر بأنه هي في مجاعة تلون باللون الأحمر حسب المؤشر الموجود. الجزيرة اللي هي صورة السودان أكبر مشروع مروي وأكبر مزرعة سودان إدارة واحدة في العالم باللون الأحمر، يعني this is يعني شيمفول صراحة. بإضاءة واحدة، الشيء الأخير عشان ما نطول الناس، بدي الناس فرصة. أتكلم عن الرأي التقليدي في مجال الدكتور مقصي، يعني التركيز مسار الرأي التقليدي في غرب السودان. تغير المناخ اللي نحن عارفين هو أحد المؤشرات الرئيسية جدا في الحتة بتاعت الرأي التقليدي. نحن نعرف أن 15% من سكان السودان من الرعاة، وبيرتفع عددهم ل 25% في دارفور. مسار الرعي في دارفور هو مسار معروف منذ الازل، يعني نزج من الجنوب الى الشمال وترجع ثاني الى الشمال، لكن التغير المناخي بدا يحدث صراع في المنطقه دي. الشيء المتوقع ممكن 60 سنه 40 سنه الجايه انه درجه الحراره ترتفع في السودان من درجه ونص ل 3 درجات. ده بخلي المناطق الشماليه، المناطق الصحراويه والشبه الصحراويه تقريبا قاحله ما فيها امطار، وبالتالي الرعي فيها اولموست مستحيل. حركه الرعاه بتكون فيها اشكاليه، الصراعات مع المزارعين خاصه المزارعين التقليديين اللي بيزرعوا حيكون فيها اشكاليه. فعندنا اشكاليه حقيقيه ل 20 او 30 سنه الجايه. فانا بسال الدكتور لطفي، ما هي اللي ممكن نقدر نعمله؟ احنا المفروض نخطط شويه خطه بعيده شويه لقدام عشان نقدر نحل الإشكالية دي، بالإضافة لأنه يا جماعة إحنا عندنا عدد مهول من الثروة الحيوانية. إحنا احتمال نفرح أن والله عندنا حيوانات كثير، لكن الحمل اللي بتمثل الحيوانات على البيئة حمل زائد بدرجة ما طبيعية. المردود منها مردود لا يقارن بالدمج اللي بتحصل. الرعي الجائع في السودان مسؤول عن 74% من التدهور اللي حصل للأراضي. فالحديث عن أنه الثروة الحيوانية الموجودة في السودان العدد الكبير الغير منتج هو لعنة على السودان وليس نعمة. يديكم الفعل. شو مهندس حمد عبد السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المهندس طاهر السماني، معلش طاهر السماني.
وانا كان لميزي شويه بس هون، لكن الصوره جيت عند باشمهندس المساء يستاهل كل خير. و الحمد لله خروجي بنفس الهدف. دكتور العام طلعت من هذا، انا طبعا شخص متخصص في الكهرباء، لكن صديق من البيئه وصديق الزراعيه. صراحه الزراعيه يعني مجتمع واضحه نشط جدا، و كانت مكان المحاضرات المصريه. دكتور جزاك الله خير. طيب انا سؤالي اليوم قد تكون حاجه دراسي للاسف، للاسف مع انها عندنا حلقه مفتوحه، والحمد لله كل المهاجرة هو الشباب الجديد بتاعنا. ما يكون يوم زي ما برنامج السودان او نقله ليش ما يكونش في البصمه؟ مش كلام يقول للاسف، فلان حد وشه مشكلة موجودة خير. أنا شفت الصورة بتاعتها الزراعيين هم مثلا معاق أو مبنيين دائما هم متوسطين يعني ما بيستفيدوا. تلقى الواحد مبتسم جدا شارع عصايته صورة بعينه شارع عصايته خلف الخضرة والمواشي موجودة كويس، لكن ساعات الرجل يبتسم لظهره يعني يبتسم بنضجه زي بنضجه يعني مستمرين في الأداء محاربين من الجهات الفوق اليوم. والدليل على ذلك تكاوي البطاطس بيشتروها كويس بيجي بيحتاج عادي، لكن طوال اول ما انتجوا شيلوا منه الانتاج، يعني ما بخلوك يخزنوا لك عشان انت المره الجايه شجعوك وتطلع تعادل. يعني ما شالوا ارضك او شالوا انتاجك كله بدون فائده، بتكون صراحه يعني نفس الصفر. اسال الله ان يكرمكم ويوفقكم، وانت يا كنت دكتور العام متفائله، نسال الله كمان احنا متفائلين معك. كنت لكم دور يا جماعه، مهندسين زراعيين تخصصات اخرى. برضه حاجه ارجع لها سؤال، احنا في البيت ما دايرات لنا مصالح، نتكلم بكل صراحه دايرين لنا زمان ابواتنا يعني الواحد جابوا احنا كمهندسين، يعني معناه اداره كانت ناجحه والخير مستمر، الخير مستمر عمر مزار ده نوت كواليفاي ده حاجه فوق السيرتيفيكيتس بط زي ما بقول السيرتيفيكيتس انه خبرات ناجحه قروا الاحداث جابونا زراعيين مهندسين قرونا صح بالحلال علمونا. احنا الان يا جماعه متعلمين لكن الاوت بوت زيرو بغير السودان الان كل الوضع فيه ماينس، اثيوبيا طلعت كل الدول طلعت ما عدا احنا كفاءات برا لهم دول مخترعين مبتكرين منتجين. انا الحمد لله اتمنى ان تزورونا يا جماعه الخير. اكسب دايما بقول يا جماعه زورنا الخير. انوفيشن سنتر انا عندي افتخارات ومدينا تيجي كلتشر لاب معمل الزراعه النفسيه، انا ما اقدر اسوي نفسي لكن بنفس المستوى اللي انتم وصلتوا جزاكم الله خير زراعيين منتجين نحن دايما نسال معاكم. السؤال موجود، الحلقه الموجوده هي شو؟ السؤال موجود، الحلقه الموجوده هي شو؟ عشان نطلع بالسؤال اللي فوق. اظهر الله يكفكم يحبكم كلكم. الطاهر السماني محمد جزيرة الآن الجزيرة طبعا زيرو، وده برضه موضوع آخر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور طاهر، دكتور صالح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح انا عندي مشتاق بحوث الزراعيه الابيض، مشروع تطوير ثلاثي انظمه زراعيه البلد الافريقي للتلميع. والله انا سعيد جدا بالتقديم المتميز للمحاضرتين، وخاصة المحاضرة الأولى أعتقد إنها محاضرة كانت يعني لغاية الأهمية، والبرزنتيشن ممتاز جدا. والنقطة اللي أنا داير أركز عليها وأعمل فيها المداخلة ذكرها المتحدث الدكتور بإنه حصاد المياه يكون واحد من الإدارات في إدارة المراعي والثروة الحيوانية. إذا نظرنا لولاية شمال كردفان، وأنا أتذكر في قبل سنتين كان في مؤتمر اقتصادي للتنمية في مبيض، وكان في مداخلة إنه المنطقة من منطقة بارة لحد ولاية الخرطوم هي منطقة شمالية وهي منطقة مفتوحة وعايزة فقط تدخل في الجانب بتاع حصاد المياه. يعني إذا تم تدخل حصاد المياه يكون في إنتاج حيواني، يكون في مراعي، يكون
يكون في بساتين، يكون في انتاج غابي، يكون في استقرار للانسان والحيوان، وبيكون في تجميع النقطه اللي ذكرها المتحدث الدكتور في تجميع الانتاج في منطقه واحده، وتجميع الانتاج يكون في تركيز ويكون في جوده. النقطه المهمه انه يعني نحن نركز على الجانب التدخل في مجال اصابه المياه ذو تكلفه بسيطه لكن عائد اقتصادي يكون كبير جدا. الحاجه الثانيه اللي هو الجانب بتاع العادات والتقاليد بالنسبه للمنتجين، ودي واحده من الاشكاليات الكبيره جدا. فبتبدا بشخص يعني يملك قطيع كبير جدا لكن الجانب الاقتصادي غير موجود، وما عنده يعني الجانب بتاع التيك اوف بسيط جدا، يعني الحته بتاعته هو يعني يبدل او يحدث تغيير. النقطه الثالثه اللي هي الحته بتاعت المشاريع الزراعيه الكبيره عندنا مثلا في النيل الابيض، مشاريع المجانس في تجارب كويسه جدا، الجانب بتاع ادخال الثروه الحيوانيه في الانتاج الزراعي، ودي تجربه انا وقفت عليها بنفسي. الانتاج يكون ثلاثه توام، ثري توامز، ده نتيجه للانتنسيف التكثيف بتاع الانتاج بالنسبه للثروه الحيوانيه. فانا اعتقد ان الجانب بتاع الانتاج الحيواني جانب مهم والناس تديه الاعتباريه المهمه وما دائما فيه. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور صالح. في أسئلة في الزوم، هل في دكتور هنا في الزوم؟ أستاذ رزاز. السلام عليكم، أنا حأشارك كل المداخلات عبر منصة الزوم. طيب دكتور أماني، شاركتني جزيل الشكر والتقدير دكتور لطفي على المحاضرة القيمة ومحاضرة مفيدة، لك الشكر والجزيل دكتور لطفي. في أستاذ عصام الدين عبد الباقي، ما هو الدور المتوقع للثروة الحيوانية في اقتصاد ما بعد الحرب في توفير الغذاء ثم التنمية والصادر؟ وشكرا للمحاضرة والمنظمين في إدارة إكسبو. وواصل إن المعروف أن الدعم السوداني من الأقل في كميات الشحوم حول وداخل اللحوم، مما يجعله الأفضل في مكافحة التسونامي الإقليمي والعالمي، فأرجو التعليق على هذه الميزة وإمكانية استخدامها كمؤثر وداعم للتسويق، وهل توصلتم إلى طريقة لتشجيع وإنجاح نظام الاستثمار التشاركي في شركات المساهمة أو التعاونيات في مجال الثروة الحيوانية والزراعة؟ في مداخلة أخرى من دكتور عدنان الأسعد، نشكر البروف لطفي موسى على هذه المحاضرة القيمة والشاملة والتي ركز فيها على أهمية قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي للسودان والعالم العربي. أكرر شكري للدكتور لطفي المحترم، ولا بد من التركيز على الميزة النسبية للحوم المنتجة من السودان كونها لحوم عضوية منتجة من حيوانات صحية، بالإضافة إلى أهمية الكميات الكبيرة من الجلود المهجورة وغير المستفاد منها رغم أهميتها العالمية. وقد أكد على ضرورة التركيز على أهمية بناء القدرات في مختلف مجالات قطاع الثروة الحيوانية، وخاصة تصنيع المنتجات وزراعة الأعلاف وتصنيعها. وهل تم الدراسة للأنواع الأفضل للتربية في الضان؟ وما هو النوع الأفضل في سرعة النمو والحجم الذي حددته الدراسات إذا وجدت للتربية والتوليد والتسمين الاستثماري؟ شكرا للمنظمين والدكتور دكتور. طيب، ومشاركة أخرى من الأستاذ عبد الفتاح نور، شكرا دكتور إنعام على هذه المعلومات المهمة والتقديم الممتاز، والشكر أجزله للمنظمين. الشكر الجزيل لرابطة المهندسين الزراعيين بقطر وإكسبو بقطر على تنظيم هذه الندوة المهمة، وأرجو أن تستمر هذه الندوات المهمة وأرجو أن تستمر هذه الندوات والخروج بتوصيات علمية وعملية لتطبيقها في السودان. وشكرا جزيلا. شكرا لك استاذ رزاز.
حيث نلاقي دكتور لطفي، عندي الأسئلة الأول بيجي فيهم كده تافه إجابات، ودكتورة العام، وبعدها لو في زمن نجي تاني فرصة آخر إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا. أنا أول شيء بحيي أستاذتي أستاذة إنعام، وهي جاهدت عشان تجي تحصل تشارك في الندوة. ربنا يديها العافية. بالنسبة لفصل الزراعة على الثروة الحيوانية، أنا ما قلت فصل الكليتين طيب حيواني، قلت فصل الثروة الحيوانية، قطاع الثروة الحيوانية عن الزراعة النباتية يعني. ويمكن زي ما قلت يمكن اللي بيشاركنا في الفصل ده أظن 4 دول في العالم تقريبا، الصومال وموريتانيا دولة رابعة ما بتذكرها يعني. بالنسبة لموضوع الرعي التقليدي، يمكن دي برضه من نقاط التطور المخاطر، إنه يعني حتى دارفور والحروب الأهلية اللي بدأت من بدري كان الموضوع كله عبارة عن الصراع حول الموارد الطبيعية والمشاكل بين المزارعين وأصحاب الحيوانات، ودين عندهم الأرض ودين عندهم شنو الحيوان. والمسارات الصحيح هي قديمة، لكن يعني هسه أنا خلال تجربتنا في آخر مرحلة كان في أكساد كان في النيل الأزرق، فالنيل الأزرق دي مشكلته أكثر برضو من دارفور، فبتجي 7 ولايات ومسارات من كل الاتجاهات عشان مخارف بتاعتها في النيل الأزرق، فنتيجة لعدم تخطيط هذه المسارات وتحسينها، وفي أمور كثير قانونية الدولة حتى في كثير من المسارات التقليدية يعني أدت عمل التصديق لمشاريع ومزارع تكون لأنه ما في خرط واضحة، وكان في مشاريع في نص تكون المسار بيجي في نص المشاريع دي، في إشكاليات كثيرة قانونية، ففي مجهود كبير مبذول في اتجاه إنه يحصل ديماركيشن للمسارات دي حتى بعد لا تحصل لها شو تطوير وما يخص النزل، لكن الإشكاليات القانونية كثيرة وحلها صعب. الحاجة الثانية حتى في بعض الرعاة المتدخلين طابت لهم بعد النزل اللي هي في المسار فبنوا أصبحت غرية في نفس شنو هذه المسارات، فالمسارات من المواضيع الشائكة فيها أمور قانونية أمور قبلية كبيرة فتحتاج لحل يعني. الموضوع بتاع إنه الثروة الحيوانية والعدد، انه للاسف انه اغلب اصحاب الحيوانات في السودان وغيرهم زي ما قلنا في القطاع التقليدي هو المهنه دي بالنسبه له يعني ستايل اوف لايف هي طريقه حياه اصبحت، لكن ما كوميرشال اورينتد بزنس يعني، فالتطوير محتاج لانه يكون في الموضوع يكون قائم على الاستثمار والتجارة والربح والخسارة. يمكن أنتم هنا في الخليج كثير من التعاقدات من المستثمرين عشان يجيبوا لحوم من السودان المشكلة بتاعت عدم انتظام، يعني هنا الكونتراكت بيكون لسنة، في السودان بيجوا فترة على الشمال بيبيعوا بعض الحيوانات، وفي فترة من الفترات 3 أو 4 شهور حيوانات بتكون بعيدة، فبتكون في مشكلة في انه يكون في السبلاي بيكون طوال السنه، فدي من المشاكل المواجهه مصدرين اللحوم في السودان. يمكن برضو
اتكلمت وكلام حقيقي عن العدد. جاء الوقت المفروض رفع الوعي بأهمية الحفاظ التركيز على النوعية. فيعني شو أنا عندي 110 مليون راس وبستورد لبن بودرة من الخارج، إنه نحول نظم إنتاج مستغربة دي مهمة. يعني هسه في السودان في حاجة اسمها التوتال ميلك برودكشن، الإنتاج الكلي بيقول لك والله 7 مليون ونص طن. الافيلابل برودكشن ميلك برودكشن 4.5، يعني عندنا تقريبا 50% ده في مناطق بعيدة ما قادرين شنو نتحصلها. فما نجيب لبن من أسهل نجيب لبن من هولندا لما نجيبه في شنو في المناطق البعيدة اللي في السودان. يعني حاليا السعودية في استراتيجية 2030 قررت إنها تخفض، لأنه المراعي ماشية في انحسار نتيجة لظروف كثيرة. الحمولة الرعوية بقت كبيرة، في مشكلة بتاعت مياه في المستقبل في أغلب الدول. السعودية حددت إنه تقلل العدد بتاع الثروة الحيوانية إلى 40%، وده قرار في الاتجاه الصح، لكن المفروض طوالي يواظبوا إنه يكون في زيادة راسية ناحية الإنتاج. فأنت لما تخسر 40% على الأقل عشان تحافظ على نفس الإنتاج، المفروض يكون عندك حيوان ينتج دبل الإنتاج الحالي، وده بتجي لأهمية إنه يكون عندك حيوان محسن ويكون في خطط واضحة للتحسين الوراثي لهذه الحيوانات. ونحن ما محتاجين زي ما قلت تروين بيت زوبيل، يعني ما محتاجين نعيد إنتاج العجلة. التجارب واضحة، لكن زي ما قال الأخ الناقص مشهور شايف نقصان الإرادة. وقيل أنا كنت يعني في اجتماع كده، فواحد من الإخوة العرب القطريين قال لي يا أخي السودان المفروض خير يغطي كل الوطن العربي، لكن ربنا ما أداكم أيدي أمينة، وربنا يدينا الأيدي الأمينة ولا عندها الإرادة. يمكن ما عاد كان في سؤال عن دور الثروة الحيوانية بعد الحرب. يمكن أضيف بعض الحياة عن حاليا تأثير الحرب على قطاع الثروة الحيوانية. يعني يمكن بالنسبة، ويمكن تكون درس لقدام، يعني إنه كل المصانع الأعلام كانت مركزة في الخرطوم، مصانع الألبان ركزت في الخرطوم، صناعة الدواجن أغلبية ركزت في الخرطوم، مصانع الأدوية ركزت شنو في الخرطوم. لما فقدنا الخرطوم الضرر كان بليغ جدا جدا جدا. الخرطوم ما منطقة إنتاج عشان تركز فيها الخدمات بتاعت الإنتاج، الخرطوم ما منطقة بتاعت إنتاج. قلنا شنو يكون في مصانع الإعلام في مناطق الزراعة. فقطاع الدواجن من القطاعات اللي أثرت بصورة كبيرة جدا. التأثيرات المباشرة يمكن كان الإدارة العامة للصحة الحيوانية تم تدميرها ونهب بكل الموبايل كلينكس وكل اللابس، الأجهزة اللي فيه بنس اللي كانت موجودة كلها توجد في كوكو. نفس الحكاية، مركز التلقيح الاصطناعي برضه تم تدميره، كل الأجهزة مالها ضاعت. أنا الحقيقة دايرة أقولها إنه الثروة الحيوانية مع بعض الحرب. يمكن احتمال الثروة الحيوانية على الجانب الحكومي ما كبير بصورة كبيرة، وتأثيره قد يكون شنو؟ يعني مثلا الحرب حصلت في فترة كان الرعاة المفروض على الشمال، والمناطق اللي هي مخارب في الوقت ده خاصة بالبرتقال داكور يعني تأثروا لحد ما. لكن يمكن المفارقات، وأنا معك في المعلومة دي هي الصدفية، لكن متداول إنه كان الصادر بتاع الثروة الحيوانية 5
مليون راس، وده من المعدلات الكبيرة لو كان صحيحة، لكن ما كان في مصدر موثوق. فالحي ده يقول إنه عندنا بنكون إحنا نقص القادرين على كمال يوم، يمكن إحنا في نقاشات كثيرة ويمكن مع دكتور إنعام في المنصة، فالقرن بتاع الثروة الحيوانية ده لو ما مسكوه الناس الانتلكشوال والناس اللي عندهم إرادة ما بيمشي لقدام. الورش دي كلها ما بتجيب نتيجة إذا كان بيجيك وزير ما عارف الثروة الحيوانية، يعني شو وزير ما عنده علاقة بالثروة الحيوانية أو ما عنده علاقة بالوزارة المهمة. وزارات المفروض تكون هي رأس الروح في الاقتصاد أصبحت وزارات بتاعت ترضيات، وزارات بتاعت ترضيات. فالثروة الحيوانية ما بعد الحرب زيها زي القطاع النباتي، السودان في خيرات يعني حتى ما محتاجين دراسات، الدراسات موجودة والخريطة الطريق أي وزير بيلقاه في أقرب رف في مكتبه، لكن الإرادة عشان يكون في ناس تمشي لقدام وتحط السودان في بال. أتكلم عن الدكتور عصام الدين، وأنا بشكره الضامن السوداني والنوع الأفضل، يعني يمكن زي ما حتى قال زميلنا الدكتور عدنان من المكتب العربي الأستاذ، إنه بعض الدول استخدمت اللحوم السودانية دي، وهي طبعا لحوم منتجة في الطبيعة، يعني ما في تدخل بتاع صناعة كثير ولا كيميكالز، وحتى بتصدرها إنها كأنها أورجانيك ميت يعني. فدي من ال ويمكن عدم وجود الدهون لأن الحيوانات بتمشي كثير يعني ماشي على طول، شنو طول متحركة، فما بكون الدهن، وحتى الدهن الموجود يعني تدي اللحم مرمرية كويسة، يعني في بعض السلالات مثلا في المنطقة العربية إنه الدهن متركز في حتة واحدة، يعني الكواليتي بتاعت اللحم بتاعت الجسم الدهون بتكون المخلل اللحم بتكون فيه بسيطة، فبتكون الماربلينج والتندن نس بتكون فيها ما كويس. فزي ما قال ربنا ادانا عيش، لكن احنا مثل ما استفدنا من ولا اي شيء. يمكن السلالات زي ما قلت مرات انه شنو اغلب السلالات التجارية هي بيكون كومبينيشن، يعني صفة كويسة من هنا مع صفة كويسة من هنا بيعملوا كومبينيشن مع بعض كده السلالة التجارية دي. السودان يعني في الوتيش بيتميز بأنه والله التوأم فيه شنو عالية لكن حجمه صغير، عندنا الكباش والحمل هنا أحجامه كبيرة لكن التوأم يكون شنو منخفضة. فنحن لو لقينا أمهات حجمها صغير وتنتج لي عالي لكن يكون مثلا نلقيها مثلا نلقيها مثلا ب وديش دي ناخذها كأمهات، نلقيها مثلا بالحمله والقباش اوزانه كويسه وديك اوزان كويسه، فدي ممكن تكون توليفه كويسه بالنسبه للصادر. يكون عندك الامهات حجمها صغير ما بتستهلك على التدريب وبتديك توائم كثيره، والابو بيديك نسبة اللي هو الجين النمو الكويس. فمعلش أنا طولت لكن ما أعرف لو في سؤال صار عن التعاون وما التعاون، ممكن بعدين لو في زمن هتوقع. نعم شكرا جزيلا على كل الناس اللي داخلين، لكن الثوري على السياسات الزراعية وغيابه أيوة في الحقيقة في سياسات زراعية ما زي ما تفضلت يا دكتور تكون مبنية على
الفائدة من الزراعة، شنو الفائدة الآلية من الزراعة؟ دائما السياسات الزراعية المفروض لقدام مستفيد من الأخطاء الكثيرة اللي هزمت الزراعة والسياسات الزراعية في الماضي. بيكون في سياسة زراعية واضحة ضمن السياسة العامة تحت الدولة، يكون فيها خطوط واضحة وتوجه واضح لأنه الاستفادة من كل أفرع الزراعة المختلفة، الزراعة الحيوانية، النبات، التصنيع الزراعي وغيره وغيره. بالإضافة لكده نحن محتاجين يكون عندنا قوانين زراعية واضحة. القوانين الزراعية في السودان غريبة شوية في الحقيقة، تختلف من بلد بتختلف من منطقة لمنطقة. القانون في الجزيرة الناس لو كثيرين ناس من الجزيرة عارفين إنه مثلا قانون مشروع الجزيرة تغير زي 6 مرات أو 7 مرات، مختلف من أي قانون ثاني لأي مشروع ثاني. فالمفروض يكون في قوانين موحدة للزراعة. القوانين دي تشمل استخدام الأراضي، استخدام المياه، الأشياء الثانية. فدي كلها بتخش ضمن الكلام بتاع إنه نحن محتاجين سياسات واضحة. الطريق لقدام حيكون يتطلب إنه دعم الزراعة، تدريب المزارعين، تدريب الفنيين، تمويل المنتجات، مدخلات الإنتاج للجمعيات التعاونية أو لصغار المنتجين وكده. لكن كلام سليم يا دكتور إنه نحن إذا ما في سياسة واضحة لقدام الزراعة برضه ما حيكون في النهضة الزراعية اللي إحنا بنطمح لها أو بنسعى لها. كل الحاجات الباقية صحيحة، الزراعة ما بتنفصل، الثروة الحيوانية ما بتنفصل من الزراعة، بالعكس هي فصيل أساسي فيها. لأنه يعني في الماضي كانت الوزارات دي زي ما كانت في السودان زمان، يعني كانت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية زي ما قلت دكتور لطفي. الصراع على المناصب يكون خلى يكون في وزارة ثروة حيوانية ووزارة نبات ووزارة غيره، مع إن هي كلها إنتاج زراعي يعني. فأنا ما أحكي كان على كلامك يا دكتور إنه أهمية السياسات الزراعية زيها وزي أهمية وقف الحرب الآن أو مستعادة السلام، مستعادة الأمن للمنتجين ذاتهم، عشان يكون عندهم ما يعني يكون عندهم الإمكانية في إنهم يواصلوا إنتاجهم إذا مربين زرعاء أو إذا منتجين أو مصنعين زراعيين. شكرا جزيلا. شكرا لك. احنا ممكن ندي فرصتين لتنسينا وفي 3 أسئلة في السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. عواد عبد الله مبسوط جناح السودان. أولا أنا بشكر دكتور إنعام ودكتور لطفي لتلبيتهم ولدعوتنا ليهم بمشاركتنا في جناح إكسبو بالمحاضرات القيمة وخبراتهم العلمية والعملية. الحاجة اللي عايز أقولها هي ما سؤال لكن مداخلة. إحنا في القاعة دي حضرنا كمية من المحاضرات بتعكس كل الإمكانيات والموارد والتكنولوجيا والابتكارات اللي اشتغلت فيها كل الدول العربية وكل الدول الأفريقية اللي اشتغلت حاليا معاها في إكسبو. زي ما قالت الدكتورة إنعام إنه في اكتفاء ذاتي السعودية ودول الخليج والقطر، لكن كل الاكتفاء الذاتي ده جاي بصعوبة شديدة في نقص كبير في الموارد المائية والمناخ ومشكلات بتاعت الأرض والملوحة. فإحنا في السودان الحمد لله عندنا كل الحاجات دي. زي ما قالت السياسات لو استعجلت والاستراتيجيات لو كان واضحة وفيها خطوط حمراء بتكون كل الأمور ماشية تمام. زي قطر حاليا في دراسة أمس كان موجودة هنا إنها هي عايزة تعمل اكتفاء ذاتي لنفسها في الفترة الجاية لحد 3% أو 30% فقط للحوم الحمراء. يعني عندنا حاجة بتاع 70% إحنا ممكن كسودان نخش فيها من ناحية الثروة الحيوانية لو اشتغلنا على الثروة الحيوانية كلحوم
لكن لحوم ذاتها ما حية، تكون لحوم مجهزة موضبة جاية بأسعارها. برضو من ضمن الدراسات اللي حضرناها في المحاضرات اللي حضرناها هنا، زي سلطنة عمان بتتكلم عن إنها هي عندها اكتفاء ذاتي، لكن في نفس الوقت بتلقى إنه بتعمل مؤشرات في إنها مثلا 6% 7% هي أو قادرة تغطي نفسها من الفاكهة والخضار. فدي برضو في النهاية إحنا بتعتبر لنا مصدر أو حاجة تدينا أمل في إننا نحن ممكن نحقق نهضة في الزراعة السودانية بطريقة أحسن. ودي في الفترة ال10 سنين الأخيرة فعلا دخلت التكنولوجيا في السودان، يعني إحنا بنعتبر قرقم درمان بتنطبق عليها الشعار بتاع إكسبو اللي هو صحراء خضراء بيئة أفضل، لأنه فعلا قرقم درمان بدخول التكنولوجيا من طاقة شمسية، من محاور بتاعت ري، من بيوت محمية، أدت لأن المنطقة دي من منطقة صحراوية تنقلب لمناطق بتاعت زراعة، وكلها زراعات بستانية وزراعات بتاعت خضر وفاكهة وإنتاج محاصيل. شكرا جزيلا لكم كثير لمقدمي الأوراق، نتقيكم لحضوركم معنا. شكرا لك، ندي فرصة واحدة. لا ما في شوف الزوم. لا رزاز. مدخلة من أستاذ عصام الدين عبد الباقي، هل يمكن عمل برامج تدريب لرعاة تقليديين لتحسين صحة الحيوان وإدخال وتطبيق برامج التطعيمات والتحصين؟ الآن هناك ضعف كبير في مهارات وتدريب القوى العاملة في المجال الزراعي، خاصة في استخدام الآلات والتقنيات الحديثة في الزراعة وتربية الحيوان. هل هناك حلول لهذه المعضلة مطروحة للتطبيق في السودان؟ وهل تم تجريب أي برامج؟ مشكورين على العمل المميز أستاذة حنان عباس، وأتمنى أننا نبدأ نتكلم عن السيادة الغذائية أكثر من الأمن الغذائي. السؤال الأخير هو مقترح. شكرا جزيلا للدكتور لطفي والدكتور إنعام، ونتمنى أن تستمر هذه الإضاءات الجميلة، وأتمنى أن نحصل على نسخة من هذه المحاضرات القيمة، وأن تصدر عن هذه الورشة مجموعة التوصيات تسلم لوزارة الثروة الحيوانية للنهوض بهذا القطاع المهم من خلال طرح مشاريع ذات مردود على المربين ومشاريع حديثة ذات طابع استثماري. شكرا. لطفي شكرا جزيلا. دكتورة كويس جدا موضوع القيمة المضافة، لأنه نحن عندنا منتجات كثيرة جدا بتمشي، يعني هسه الحرب ظهرت الموضوع بتاع مثلا البصل كمشروب كمحصول مهم جدا بينتج في السودان بكميات كبيرة. القيمة المضافة ما إلا تصنيع، يعني دي حاجات بسيطة جدا بتدي إضافة للقيمة، حتى التصنيف الجريدين الفرز كده، وده كان بيكون عنده مردود كبير على المنتجين وعلى البلد وعلى الاقتصاد وكده. إذا واحدة من الحاجات المفروض بعد الاقتصاد، يعني بعد تنتهي الحرب إن شاء الله، إعادة الإعمار، لازم يكون في يعني تدريب أو توجه كامل لموضوع التصنيع الغذائي أو إضافة القيمة البسيطة إذا ما تصنيع، زي موضوع اللحوم. اللحوم أنا قابلته في المعرض في مؤتمر كان في الأسبوعين الماضيات عن الأعمال بيزنس فور بيس اسمه المؤتمر، وكانت موجودة
الغربيين كان بيكونوا موجودين في سوريا من زمن طويل يعني ما أعرف. ف يعني في واحد من الحالات اللي بتكون مثلا كان في مثلا المنتجات بتاعتنا في خمسة سواء حيوانية أو منتجات صحية بتبقى هناك في الطرفان هنا بدون كثير يعني من غير ذكر أسماء عليها، لكن ده فقد كبير لينا. يعني في مثلا السمسم عنده أربعة خمسة برودكتس، فول الصويا عنده ستة سبعة برودكتس تطلع منه. نحن بس بنصدر فول الصويا، بنصدر الفول السوداني خام، بنصدر القطن خام، بنصدر كل الحاجات دي خام بتصنع كل الحاجات. طيب فتنظيم صحيح أن أتفق معاك إنه التصنيع الزراعي مهم، لكن في الفترة الجاية إذا ما في فرصة لتصنيع زراعي متكامل إضافة تنظيما بسيطة بالتصنيف بالتغليف بالغيره بدي المنتجين والدولة مكسب كبير. الحاجة الثانية برضو بخصوص النجاح اللي ذكرتها الدكتورة كثيرة جدا لزراعة المحاور، كانت في السودان زراعة يعني سابقة لعهدها في السودان، كانت زراعة ناجحة بالتحديد مزارع البطاطس وشتات كثيرة ما بس بالمناسبة في غرب أم درمان، في تسلا، في طوكن، في كثير من الأماكن، في تجارب نجاح كبيرة جدا قاموا بها شباب مستثمرين. الدولة ممكن تعمل نفس الحاجة اللي عملوها المستثمرين الصغار، في إنه يكون عندنا لقدام زراعة ذكية، زراعة محافظة للبيئة، زراعة مستقبلية. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال بتاع المربين وتدريبه، يمكن أنا في العرض ذكرت إنه يعني تدخلات حقيقية في قطاع الرعب صعبة، محاولات كثيرة بقى عشان حيوان متحرك، لكن يمكن الحياة الدرجة عليها والثروة الحيوانية ومهمة إنه الرعاة لما يجوا راجعين بداية الخريف عن الشمال، وبعد يكون في كثير من المجمعات بتاعت المخارج، ففي التجمعات دي الثروة الحيوانية عندها نشاط بتاع التلقيح، تطعيم للحيوانات بتاعتهم، كان في نشاط بتاع إرشاد بيطري، في نشاط بتاع مدارس الرعاة، فدي كلها من النشاطات اللي ممكن من خلالها إنه نحسن شنو الوضع ونرفع مهاراتهم بما يخص العملية بتاعت رعاية الحيوان وغيره يعني. يعني حتى لو علمناه كيف يعمل جبنة، يعني في المناطق اللي هناك ما في يعني الحليب بيحلبوا في الأرض يعني، فممكن قد تكون عنده إمكانيات إنه يصنع جبنة ويرحلها. فالموضوع بتاع بناء الخبرات مهم جدا جدا، الموضوع بتاع الجمعيات ممكن يساعد برضه على الجمعيات التعاونية والشغل التشاركي. أنا يمكن كان قبل 5 سنين كان عندي طالبة بتاعت ماجستير اشتغلت، والله مش وقت تخرج في السنة الخامسة، كان عملت تغيير سيرفي للجمعية بتاعت البنك الوقوف، بتاعت من الجمعيات المهمة في السودان يعني. فالحاجة خلصنا لها شو؟ يعني إنه نحن ما عندنا فهم للعمل التعاوني والقدرات والإمكانيات اللي ممكن يحدد، وإنه الجمعية التعاونية هي ما جمعية عشان تدعمك بالمال أو بإعانة أو بغيره، هي فكرتها إنه يا جماعة لو اتجمعتوا كثير من المشاكل بتحل. الحاجة الثانية كانت تدخل السياسة، فبتلقى مثلا أعضاء الجمعية والناس الناشطين هم حتى حيوانات ما عندهم، يعني هم ذاته ما أصحاب الوجع. فبيقدر يجيب رئيس جمعية عشان يكون واسع عشان يشتغل بها سياسة. فتمشي وزارة الزراعة المسؤولية الحكومية يقول لك عندنا 3000 جمعية تعاونية، لكن على الأرض ما في حاجة.
وسع الحرب دي لو كان في جمعيات، سواء كان على قطاع زراعة ثروة حيوانية ولا قطاع نباتي، كان كثير من المشاكل مالها حلت يعني. فلو ما تغير المنتاليتي، حصل تدريب فعلا في العمل الجماعي، وإنه ما يعني مثلا تقول حاجة، أنا مع واحد من أعضاء الجمعية راكب عربية دولية، وقت كان 2019 آخر موديل. المشروع واقف، الزراعي كله واقف، لأنه والله الطرمبة الرئيسية في السير مات. تمام، معتمدين على إنه المنظمات هي اللي بتدعم، الحكومة لحد ما هي اللي بتدعم. أنا متأكد لو اثنين يعني شوف الزبير ما يكلف الحاجة، لكن ما مش حد اشتراه أو اشتروه عشان يحرفه ويخسر. يعني شوف لما يخسر موسم كامل، فاهم؟ عندنا إنه الجمعية هي رطوبة. تمام، يعني أنا كان في الدكتوراه بشير مربي بيكون عنده 1000 بقرة، ويقول لك جايبين لنا انت اغنى من رئيس الوزراء، انت اغنى من رئيس الوزراء، وفي مشاكل حاصله عليك معوضات من خلال الكولكتيف اكشن او العمل الجماعي بتحلوها، والناس بتحتاج لكم، انتوا ما بتحتاجوا للدنيا. فالعمل الجماعي التدريب عليه ورفع الوعي باهميته مهم جدا جدا يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور لطفي للدرع العام على هذه السياحة الكبيرة في القطاع الزراعي في السودان ودوره فيها الجزائر. هذه هي سياحة نعتبرها دراسة بتاعت الماضي عشان نشوف الواقع بتاعنا وعشان نخطط للمستقبل. هي منهج تاريخي كامل الناس ممكن تستفيد منه ونخطط فيه للمستقبل، لأنه احنا كيف نستفيد من إمكانياتنا هذه الكبيرة ونخرج من الدائرة المغلقة، بأن احنا دائما في فقرة احنا محتاجين، وزي الزول اللي شغال شايل الصبغة بتاع شايل الصبغة وعطشان يعني الوقت عندنا في ظهرنا بالتربة موجودة يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وممكن انتم بعد فترة طويلة وهذا لأهمية الأوراق المقدمة وطريقة التقديم بتاع البرزنتيشن كان جميل. نشكر دكتور لطفي بالمرة الثانية لأنه تقبل مساحة السفر ممكن من سوريا لحد السودان من أمس، والآن تغير معاه الجو بعد تقوى تغير هذا الانتشار الدكتور الإنعام. نشكر جزيلا الشكر على مساهمتكم الكبيرة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نلتقي إن شاء الله في ذات أخرى، ونتمنى للناس إنه ممكن يوم الاثنين يكون رمضان، يكون إن شاء الله ربنا يتقبل من الصيام ويحفظنا اليوم ونبقى إن شاء الله، وإن شاء الله يتحقق السلام. نعم، السلام إن شاء الله في السودان، وكل هذه الأفكار تبقى واقع تمشي بين الناس. السلام عليكم. يا دوب حكت خلاص.